لماذا القتال محتدم في مدينة ماريوبول؟ اجتثاث النازية من أوكرانيا والقتال ضد النازيين الجدد والمرتزقة الأجانب من الأهداف الأساسية التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعملية العسكرية في أوكرانيا. مسار العمل العسكري نفسه يظهر من نحارب بالضبط، القوميون والجماعات النازية الجديدة ومن بينهم مرتزقة أجانب بمن فيهم البعض من الشرق الأوسط يستخدمون المدنيين المسالمين كدروع بشرية. لكن من المقصود بهذا المصطلح الذي كرره بوتين كثيرا ومعه المسؤولون الروس واعتبروه واحدا من الأسباب للهجوم على أوكرانيا أو لهذه العملية العسكرية؟ بالتأكيد ويتحدث عن كتيبة أزوف التي تضم بعضا من العناصر الذين يتبنون الفكر النازي. فمن هم؟ هي كتيبة تكونت في مايو عام 2014 ردا على تقدم الانفصاليين المدعومين من روسيا والذين بدأوا اجتياح شرق أوكرانيا. تشكلت في مدينة ماريوبول على ساحل بحر أزوف من مجموعة من اليمينيين قادها أندري بيليتسكي الذي انتخب نائبا في البرلمان عام 2014 قبل أن يفشل في الحفاظ على مقعده في 2019. خاضت كتيبة أزوف معارك عنيفة في الأيام الأولى من حرب 2014 وقاتلت القوات الانفصالية في دونباس واستعادت مدينة ماريوبول، ولعل هذا سبب إضافي لكره بوتين لها، فضلا عن الشق الأيديولوجي. بالتأكيد المتحدث باسم الكتيبة في ذلك الوقت قال إن نحو 20% من مجندي أزوف كانوا من النازيين رغم نفي الكتيبة رسمية لهذا الأمر. تورطت هذه الكتيبة في أعمال عنف فيما يعرف بثورة الميدان للإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش، وأصبحت مجموعات أزوف المتطرفة تدير التحركات وأعمال الشغب التي أسفرت عن قتلى من جانب المتظاهرين وقوى الأمن برصاص كتيبة أزوف، وهو الأمر الذي فضحه تسريب صوتي بين وزيرة خارجية أستونيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في وقتها. تلك الاحتجاجات وأعمال العنف التي تخللتها ساهمت في رفع وتيرة العداء مع روسيا، لا سيما مع انتشار صور على الجسور ومداخل كييف عام 2013 للزعيم الأوكراني ستيبان باندرا الذي تربطه علاقات بالحزب النازي الألماني. هذه التطورات أحرجت دولا في الاتحاد الأوروبي كانت ترعى تسليح وتدريب مجموعة أزوف مثل بولندا، بالإضافة إلى واشنطن التي أعلنت حظر وصول السلاح إلى هذه الكتيبة واستثنائهم من التدريب قبل أن يرفع هذا الحظر مجدداً عام 2016.